شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. هو ده بقى اللي هيشيل الليلة دي كلها. هنشوف يا زي ذنبي. لا ده واد دبور ودماغه هتعجبك قوي، ولما تكربيه صح مش هتعرفي تشتغلي من غيره بعد كده. طب هو اسمه ايه اللي انت جايبه ده؟ صاحبك اللي انت هتعرفني عليه النهاردة معاه يعني سيولة تحل المشكلة بتاعتي؟ زيزو؟ اه؟ لو اقتنع بالموضوع هيجيب لك سيولة زي ما انت عايزة، انت طبعا عارفة تقنعيه. بص يا زي ذنبي، انا ليا نظرة هشوفه كده وابص عليه، لو عجبني يبقى سيب موضوع الاقناع ده عليا. مساء الخير. اهلا يا عبد العزيز بيه، ايه الشياكه دي كلها؟ والله يا باشا خايف اقول لك كنت نايم بيها لحسن تزعل. اقدم لك روان هانم. بونسوار. بونسوار. ايه بتفتكر ايه؟ لا مؤاخذة يا باشا، اصلي بشبه بقلب الافلام في دماغي، اصلها عامله كده زي النجمات الامريكان جايين مصر كده سياحه وفنادق. I like your way. مين؟ عجبتني طريقتك. الله يصلح حالك. عبد العزيز بيه رجل اعمال شاي جدا وبيفهم في كل حاجه، والحاجات اللي ملوش فيها بيلقطها كمان كده. تلميذك يا باشا، وهفضل طول عمري تلميذ صغير في الاكاديميه بتاعتك. هو ايه المصلحه بقى؟ مش بقولك انت مالك في ايه داخل اكتف مود؟ مفيش نقعد نتعرف على بعض شويه، نتكلم ندردش. بص بقى، اللي هنا عندها ليك مشروع تحفه، قريه سياحيه تحت الانشاء. اه وطبعا في مشكله في السيوله. ما انا فاهم بقى، ما هو لو مفيش مشكله هتشارك واحد زي ليه؟ ده الهانم لو شاورت كده بصباعها البهوات البلد كلهم يتمنوا، الا اذا كان الدوري بقى مرشحني ومزكيني جامد. شابوبا، يعجبني ذكائك. هو فعلا زيدان بيه مرشحك موت، وبيقول فيك بصراحه قصايد شعر، بس انا عندي تحفظ واحد بس عشان تشتغل معايا. بصي بقى، زيزو هيشيل عنك كل التحفظ ده. اموري. انا بصراحه موقفي حساس، ويهمني في شغلي السرية التامة، انت عارف الجرايد ما بتسيبش حد في حاله خالص اليومين دول، ده بخلاف علاقاتي ببعض الناس المهمة، عشان كده بيتحتم عليا السرية التامة. والسؤال دلوقتي، هتقدر على ده؟ سيادتك ولا كأني سمعت حاجة. بس انا كمان لمؤاخذة يعني ليا تحفظ صغنن قد كده يعني يتيم. ايه هو؟ نفتح الموضوع ده لما ارجع من السفر، انا هغيب قد يومين كده بأمر الله. او ماي جاد، على فكره انا بحب السفر موت، وكل اصحابي بيقولوا ان انا مسليه جدا في السفر، وفرصه نتعرف على بعض، انت كمان تعمل البيزنس بتاعك وانا اعمل شوبينج. يا خساره، ماليش حظ اسافر معاكي، اصل انا يعني لما مؤاخذه مسافر الصعيد وعازه بقى ونسوان بتصوت ونظام انت مالكيش فيه، بس يومين كده ولما ارجع بامر الله ابقى تحت الامر. والدوري بيه بقى يقدر يجيبني بتليفون صغير قد كده زي النهارده. So you have to go to sleep, you don't have much time. لا ما انا ما ينفعش، اصلها مسؤوليه. طيب اتوكل انا على الله. ادينا كلام مع بعض بعدين بقى. ها ماشي يا باشا، سلام، تصبحوا على خير. مع السلامة. ايه في ايه اللي حصل؟ وقح very very attentive، ما عجبنيش بالمره. بصي بقى روان، بلا احبه بلا اكرهه، الراجل ده مع سيوله وهيحب يشاركك قوي، بس انت بالراحه عليه، هو واد حريص كده وبيفهم كويس قوي كمان. يعني انت بتدافعي عنها عشان حبت الحيوان ده وغلطت معاه؟ حبيته حاجه وغلطت حاجه تانيه. اه الحب ده حق لاي واحده في الدنيا، متجوزه بقى متطلقه، لو سنق ليها حق تحب الواد ده يبقى انت كمان ليكي حق، واي واحده في الدنيا. انت بتحبني يا عاصم؟ انا بقى اللي لازم اسالك السؤال ده يا لبنى، بتحبيني؟ قدرت انسيك حياتك قبل ما نتجوز؟ قدرت املى قلبك؟ انت شايف ايه؟ انت شايفه ايه؟ السلام عليكم. Thank you.
بدري يا حاج، عايز اجيلك اتكلم معاك، بس كنت مستنيك يعني تروح. قول انا سامع. احنا قبل اي حاجه يعني عايزين ننسى الماضي عشان العبد اللي جاي لك ورسول الله نيتي خير. قبل اي حاجه انت ليك امانه عندي، والخزنه مليانه عشان لو عايز تضربني من النار اعملها. لو كان الرصاص يصلح اللي اتكسر ما كانش حد غلب يا ابني. وانا جاي اقولك ننسى الماضي ونرجع حبايب بقى زي زمان. معلم انا طالب منك يعني مؤاخذه يعني تحط الباترينه بتاعت المحمول بتاعتي عندك، ويا ريت بقى ما ترفضش المره دي. صدق انا كنت فاهم انك جاي عشان تطلب ايد البنت دي وتنقذ سمعتها اللي دمرتها هي وابوها. اتاريك جاي تتشفى فيا تاني، عايز تشوف ضحيتك قدامك وصلت لغايه فين يا حاج. والله العظيم انا مكسوف منك، يعني انا النهارده لو طلبت ايد بنتك في حموتها كده اكيد هترفض، ويعني انت مش تايه اخوها بيكرهني قد ايه وبيتعامل معايا ازاي. وبعدين يعني انا هيخس عليا ايه لو رحت عند المأذون كتبت ورقتين واخد بالك وبعد كده رحت مطلقه؟ هنكسب ايه؟ امشي اطلع بره بره. تبقى لسه زعلان مني ومعجبكش الكلام. امشي اطلع بره، اطلع بره قبل ما اخلص عليك. ما انت لسه قايل ضرب النار ما بيحلهاش. انت لسه عايز مننا ايه يا عم انت؟ تبقى انت اللي كنت قاطرنا عطية. يا عم احنا مش عايزين نشوف وشك هنا في المحل. ينفع ربنا يهدك يا عم. ينفع كده يا معلم؟ ايوه ينفع، مش عايزين نشوف وشه يا عم الحاج. الله يخرب بيتك يا عم. عطية وصلني مش قادر. اهدى انت يا حاج، ربنا يهدك. بسلامة يا حاج، ربنا يهدك يا زيزو. ازيك يا حاج؟ ازيك يا عاصم بيه؟ اطلع معايا يا عاصم، اطلع معايا يا عاصم، ما تقعدش هنا. يلا ايه اللي جابك هنا يا عم؟ انا اسمي عبد العزيز. عارف انا لو شفتك هنا تاني هعمل فيك ايه؟ اعمل لك ايه عشان تحترمني؟ اعمل لك ايه عشان تعاملني على اني بني ادم زي زيك؟ وانت بني ادم ياه؟ ده انت برص. انت عارف انت لو خروف استخسر فيك الرصاصه اللي ضربتها لك قبل كده ودفعت ديتها يا بايع دمك. ماشي، وانا مش هرد عليك، وعشان تعرف ان انا ابن اصول اتفضل اقرا الورقه دي عشان بس تفهم انك لسه في ايد انت واهلك. يا ابني ايه ده؟ لا مش عارفه عملت ايه. حرام عليك، حرام. انا اسف، حرام عليك. ابعدي عني. عليك انا اسف، انا عارفه اني انا اسف. لما انت عايزه تتجوزي ما قلتيش ليه من الاول؟ كنا جبناها عشان تفضل تراب، لكن انت حطيتي رقبي ده على الارض وخليتي داس علينا بالجزمه. هتموتها يا ابني، هتموتها في ايدك. الحقونا يا ناس. حرام عليك. حرام عليك. اه ما بتضربنيش، ابعد عني، انت مالكش ضرب عليا. وانت لسه شفت ضرب؟ ده انا هضربك وهتفهمك هنا. حرام عليك، ارحمها يا ابني ارحمها. ابعدي بقى، ابعد عني. انت بتشطر عليا ليه؟ ما تروح تشطر على مراتك. انا حبيته ما اسلمتش، زي ما هي حبيته ما قدرتش تنساه لغايه دلوقتي، ولولاها ما كانتش اتجوزتك ولا هو كان مشي ورايا.
ايه اللي مصحيك بدري يا سناء؟ كان لازم اتكلم معاك. اقعدي. موزع يا معلم، يعني احنا بقيه البضاعه نحطها في المخزن؟ البضاعه كلها تجيلي على هنا. ادي الورقه دي للسواق. اطلعوا بره، اطلعوا بره دلوقتي. محدش يخش عليا. مين اللي عمل فيك كده؟ عايز بعد اللي عملته يحصل فيا ايه؟ عملت فيك ايه؟ مش رحت قلت له واديت له الورقه؟ سناء مش عايز اسمع كلام غبي. ولا لي. ايه دول؟ دي فلوسك. ما ينفعش، ما ينفعش يا سناء. هو ايه ما ينفعش؟ ما ينفعش اخد منك فلوس. ليه؟ باظت خلاص. ما باظتش. زيزو انا بحبك، بحبك بجد لدرجة اني ما بقتش شايفة حاجة غيرك وما اقدرش ابعد عنك ومش عارفة اعمل ايه. طب اهدي. طيب اهدي. مش عايزة اهدى. سناء معلم زيزو، انت غلطت فينا ثلاث مرات. أول مرة صحيتنا أنا وبكره من النوم وده ما يحصلش أبدا. تاني حاجة، البضاعة المفروض تتحط في المخازن قلت لنا هاتوها المعرض وده برضه ما يحصلش أبدا. تالت حاجة، قول لنا ليه الاتنين دول ما يحصلوش أبدا. عايز شارع عبد العزيز كله يفهم إن احنا خلاص نازلين بتقلنا. المحل ده يتملي بضاعة النهاردة، فاهمين؟ محل إيه؟ محل أكل العيش. اطلعوا بره. اطلعوا بره. ده ما يحصلش أبدا. اطلع. اطلع برا يا عم، ده متضايق. ايوه يا وليد، معلش صحتك بدري. لا انا كنت بجيب بضاعه. اسمع، عايزك النهارده قبل ما تنزل تتصل بشركه الخطوط. هندفع ونستلم. عايز شارع عبد العزيز كله النهارده يتملي بضاعه. واسأل لي على الأسعار كده عند أنور وغير أنور. اللي هيشتغل في المحمول بقى غيرنا ذنبه على جنبه. هنعمل خصومات وتخفيضات ونولع الدنيا. ماشي. سلام. عاصم، انت كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت فين يا بت؟ كنت فين؟ كنت عند زيزو. انت يا بت ما بتفهميش؟ معلش. انت ما بتحسيش يا بت؟ معلش، كنت بكلم. كنت بتكلميه في ايه؟ كنت بكلمه علشان يجي يتجوزني. كنت بتكلميه فين يا سناء؟ ورحت له المحل بتاعه. والله هيتجوزني. ما تزعلش مني يا اخويا، انا اسفه. حقك عليا انت وابويا. انا عرفتني عملت ايه. حاضر. حاضر. لو عرفت انك نزلتي من البيت عشان تتكلميه في حاجه، حاضر. هيبقى اخر يوم في عمرك. حاضر. قول يا بت، مش عايز تخش. لا يا معلم ما ينفعش. احنا اتفقنا على ايه؟ ايه؟ واحنا بنحط الباترينا عندك اتفقنا على ايه؟ انا ناسي، فكرني. ايه؟ الله، اتفقنا ما فيش شغل في المحمول لك قبل سنتين. سنتين؟ سنتين. ده كتير. بعد لك 1500 جند كل شهر. بس ده كتير قوي يا معلم. لا مش كتير، ده اتفاق. طب انا عايز اشتغل في المحمول. استغفر الله العظيم يا رب. طب بص يا ريس، انا هقول لك فكره، قول ما عجبكش نتفاهم. ماشي، قول يا معلمه. هتفتي. صلي على النبي وعلى الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. انا النهارده هديك بضاعه. تحطها فين؟ فين؟ تحطها فين؟ والبضاعه بتتحط فين الا في المعرض؟ احطها في ايه؟ عليك نور، تحطها في المعرض بتاعك. وليا 25% من المكسب. ماشي؟ مش قلت لك هتفتي؟ يا عم اديني فرصه اقول لك بقيه العرض. اتفضل. نص البضاعة التاني افرشه في أي محل وحلال عليك كله. إيه؟ إيه رأيك؟ بس 25% كتير يا معلم. يا سيدي اصبر بس شهر وبعدين نشوف.
بس البيع بنفس اسعاري. ماشي ماشي، هو في سمك بيتمسك في المية؟ ايه بقى صبيانك يحمله. بس انا بقى معلم عايزك تحنن شويه ابن عمك، خليه يدخل البترينه بتاعتنا عشان عايزين ناكل عيش، عشان ما اعملهاش معاه واحطها بالقوه وانا كفايه اعمل كده، ومحدش يقدر يعارضني ولا يكلمني. خلي بالك. لا لا لا، حلو حلو حلو. لا قادر 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 قادر، وكسر عينه وزله. يا عم خف يا عم، مش مساله قدره يعني، ده عشاء. ماشي، مبروك على الزيرو، ربنا يبارك لك فيها ويكفيك شرها. انا هكلمه وبقى ابعت البضاعه مع اسماعيل ومعاه الفواتير. ماشي. طب انت رايح فين يا معلم؟ ماشي. ما شربتش حاجه؟ لا مش عايز اشرب. والنبي لا تقعد. ما انا شربت، ما انت شربتني الكفايه. الله يبارك لك. طب ما تنسانيش في السيوله بقى عشان عايز الم نفسي. برضو سيوله وتلم نفسك؟ ماشي ماشي ماشي. يا مبيلاتك يا مبيلاتك اللي في الحضانه. يا بنتي الموضوع ما يتاخدش كده، انت فاهمه قد ايه زيزو ده عنيد؟ يبقى رفض، رفض انه يجي يصالحني ويصالح اهلي، بس هو اللي جابه لنفسه. هو ايه ده اللي جابه لنفسه؟ هقتله. تقتليه ايه يا مجنونه انت؟ ايوه هقتله، انا قلت لعاصم كده وبقولها لك، هقتله وهقتل نفسي واخلص. ممكن بس تهدي كده، لان اللي انت بتقوليه ده مش هيحل المشكله. امال ايه اللي يحل المشكله؟ الصبر. او النبي صحيح، وتفضلي بقى رايحه جايه قال ايه بتصالحيني. ممكن تفهميني عملتي كده ليه؟ حطيتينا كلنا في الموقف الزباله ده ليه؟ كان فين مخك؟ حماره غبيه، انا اللي غلطت، سبته يلعب بيا طول الشهور اللي فاتت دي. بس عايزه اسالك سؤال واحد، انت شايفه هو ممكن يوافق يتجوزني؟ لو حطيتي في دماغك انه مفيش فايده هيبقى مفيش فايده، لكن بقى لو صممتي تاخدي حقك هيحصل. وانا ورايا حاجه؟ ده انا فاضيه يا ابني. افهم بقى، الله يرضى عليك، ما تتعبش قلبي. حاضر حاضر يا عم زيزو. قلت لك 100 مره الزبون انواع، ذكاوتك بقى انك تفهمه من طلته عليك، من لبسه، من شكله، من كلامه ولغته، من الاسئله اللي بيسالها لك. يعني مثلا لو دخل لك زبون بيسال كتير، تعرف ان ده زبون متردد، وده بقى سهل مش صعب. حلاوتك بقى انك تركب على وداني، يقول كلمتين تديهم له 10، ان ما طلعتش الكشات اللي في جيبه تبهره، تغسل له مخه. والزبون بقى اللي بيخش عليك بثقه وقلب جامد، ده مش جريء على الشراء. مش مهم، مش مهم تبيع له النهارده، ممكن تبيع له بكره. اشرح له وتطلع له مميزات العده اللي عندك. فهمت 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 يا زيزو، والله فهمت. سيبنا بقى من حصه المبيعات اللي انت عمال تديها لنا من الصبح دي. يا ده انا عايز اعمل منك بياع محترف. درس عمل. يلا ده الزبون. ده زبون؟ ده عمره ما اشترى حاجه في حياته. طب والله ده لو زبونه دخل عليا لا تطرده بره المحل. لا عنده حق يا سيدي، بنمثل بنمثل. يلا انت زبون وداخل تشتري. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. وده بقى عند عند الصبر والاستكبريت. طب ليه كده يا زيزو؟ طيب ده محل ايه؟ محل اكل عيش. يبقى ركز ركز، شوف احنا بنبيع ايه وخش اشتري. طب ده متردد. طب يلا يا عم المتردد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وده بقى عند عندي التليفون ده، بس مش خد ده. طيب انت تحب تشتري انهي عده في دول؟ غلط غلط، أهو ده زبون حمار جاهل، ما تحطوش قدام جهله. خش في الموضوع على طول واشرح له انت تديله بيعله. اطلع يا ابني اتفرج عليا. خش يا زبون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده بعد شحن دوكي. وامرني، انت معاك عدة نوعها ايه؟ لا لا معيش عدة. طب ما اشوف لك عدة حلوة كده من عندنا. شوف العدة دي. بص وزنها خفيف مش زي ما بنقول، وسعرها حنين، وليك انت اعمل لك خصم عشان اجيب رجلك يعني. او اشوفك مع التليفون. انت بتعمل ايه هنا يا ايه يا باشا؟ خليك معايا ثانيه. جاي ماسك. شفت لك ذاكر؟ شفت لك ذاكر؟ روح ذاكر، روح ذاكر. لا لا مؤاخذه يا باشا، ازاي معاليك؟ النهارده؟ لا 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 لا
انا ما اقدرش اتاخر عنك يا باشا، تلت ساعه بامر الله وهكون عندك. ماشي، اتفضل 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 اتفضل. بس انت كبستها تديك كبسه يا زيزو. مش فاهم يا باشا، يعني الست تقول لك اسافر معاك تقول لها رايح اعزي، ما تقدرش تاخدها معاك ليه؟ طيب رايح يا باشا، وانا تلميذ دي خبره وجاي تستقطعني؟ وبعدين الشوبينج بتاعها ده يتكلف له اكتر من 10000 دولار، وانا يا باشا زي ما انت عارف بلم القرش على القرش وبحرم نفسي باللقمه. بس الست دي جامده قوي يا زيزو. جامده على نفسها. زيزو خلي بالك، الست دي امرها بيهمني جدا. وبعدين شكلك مش عارف كانت متجوزه مين اصلا. كانت متجوزه مين يا باشا؟ دي كانت مرات كمال الديب. طبعا الاسم ده عدى عليك من قريب. وزير التربيه والتعليم؟ ايوه السابق يا زيزو. امال الراجل طول النهار يا عيني عمال يطلع وابناء الطلبه. ده طلع بفضيحه يا باشا في الاخر. احنا مالنا؟ لا مالنا ده ايه؟ ده مش بعيد يكون حال القريه بتاعها ده موقوف بسببه. وارد، بس احنا هنسلك الموضوع برضه، وبعدين انا مش هسيبك. بص يا باشا، انت اقرب ليا منها مليون مره، ومصلحتك فوق راسي وعلى رقبتي، بس انا عايزك بقى تجيب معايا من الاخر وتفهمني ايه نظامها. بص بقى، انا هشرح لك. الانتخابات اللي جايه هتبقى معركه كبيره جدا، داخل فيها اللي ليه واللي ملهوش فيها. يعني في ناس كتير جدا عاملينها سبوبه كده عشان يدخلوا يتراضوا وبعد كده ينسحبوا. ده غير بقى مصاريف الحمله زي ما انت عارف، والتسليكات اللي في الحزب. يعني مش معقوله هعرف اخش الانتخابات وانا مشارك في قريه سياحيه كمان. الله، يعني سعادتك محتاج الكام مليون اللي حاططهم في السياحه مع روان عشان الانتخابات؟ تمام كده، والقريه هتسلك. انا برضو كنت متاكد انك مش هبعت الميزك. ابيعك ليه يا زيزو؟ وبعدين مشروع القريه السياحيه ده مشروع مضمون، وانت شايف اهو السياحه ابتدت تشد حيلها. طب لما مشروع مضمون وست روان دي جامده قوي كده، عض ايديها ليه؟ ما تسلك هي نفسها. لا الكلام ده بقى في التفاصيل هي تقوله لك، بس خلي بالك دي قفشه منك من اخر مره. ها بص، انت خد ودي معاها في الكلام عشان بس نفهم الموضوع في الاول. اتصل احدد ميعاد. اتصل. ويلكم. يا لعبة الأيام كتير أوي كده. صباح الفل يا عسلة. لا ده انت طلعتوا ناس هنا يا بت متدلعين على الاخر. خف خف، مش كده على الصبح. الله،
بدلعك شوية. فالجر، ايه الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه معايا؟ ايه بنتي دي؟ فالجر يا روح امك، ما تخليها مبسطه بقى وكلميني زي ما بكلمك كده. خليني اعرف اتاكتك واشوف هشاركك ازاي في المخروبه دي. يا حبيبي يا زيزو، انا مش بتكلم على اسلوبك معايا، اتكلم براحتك، انت كده عاجبني. بس في المفروض ناس، الناس اللي بتتكلمي عنهم دول رغم شياكتهم حراميه. حراميه، مالك بتبص لي كده ليه؟ حراميه وهبيشه وبيكوشوا بالمليارات كمان، وما بس عشان ايدهم فوق محدش فايق طولهم. طب سيبك بقى من جو الحراميه والهبيشه والكلام اللي يوجع القلب، امسك سيجارتك قول لي ايه رايك في القريه. انا جبتك اهو عشان تشوف كل حاجه على الطبيعه. هو جو برضه، بس لو هيخسرني جنيه ما يلزمنيش. ومين قالك انه هيخسرك؟ الزن اللي انت عماله تزنيه ده معناه انك جايباني هنا عشان تغرزيني وتخلعي انت. بس انا موافق، موافق من غير ما تقعدي تبرري وتحوري وتعملي حبتين. اكسلنت، برافو عليك يا حياتي. بس لازم قبل بقى تفهميني على الفوله. فوله؟ جرايه يا بنت مالك، انت عمرك ما اتكلمت عربي؟ ما تعرفيش المصريين بيتكلموا ازاي؟ ما تفك معايا يا روان. طب خلاص خلاص خلاص، I got it. قصدك يعني طولش النظام؟ طب ما انت حلوه بتعرف تقولي كلام. قومي بقى عشان ننزل المايه شويه كده نبلبط. طب استنى البس المايو. مايو ايه؟ هو انت كده مش لابسه المايو؟ يلا بينا. يلا يا بتاع الترعه. مشكله القريه دي يا سيدي ان انا استعجلت في انشائها. مشروع كان مضمون والارض كانت تحفه زي ما انت شفت. والله كان في ألف واحد بيتخانق عليها، بس في ناس مهمه وعدتني انها هتخلص مشكله الارض، وفعلا خلصوها. بس اول بقى ما ابتدينا نبني ونأسس، خرابي، مشاكل قد كده اتفتحت علينا. الجرايد كتبت عن سرقه اراضي الدوله، طبعا ده لحساب بعض الناس اللي نفسنا اللي اصلا كان عينها على الارض. فالمحافظ اتشال والنائب العام فتح القضيه، والدنيا ولعت ودخلنا في مشاكل ملهاش اخر. يعني انت عايزه تفهميني ان شويه الخرسانه اللي شفتهم دول اتصرف عليهم ملايين؟ لا طبعا، نص المبلغ كان تصاريح وعمولات وتسهيلات وسمساره وألف ايد اتمدت عشان نبدا. والنص التاني ده اللي اخدته من واحد دلوقتي ما نقدرش نطلب منه ولا مليم ولا حتى نقدر نقول اسمه، مفيش ضده اي ورق، ده غير طبعا القرض اللي طلبته من البنك واللي خسرت فيه تقريبا تلته عشان البنك يوافق عليه. محافظة شال، نائب العام بيحقق، واحد معرفش اقول اسمه، دي قرية منيلة بنيلة والبعد عنها غنيمة، ده انت كده ورطت الدور بيه رسمي. استنى بس يا زيزو يا غلس. الله، السلام عليكم يا نبي. السلام عليكم يا نبي. لا حول الله يا رب. يا بنتي كفاية كده على الصبح، ما تطوعيش نفسك، مش كويس عليك يا بنتي. ما قدراش يا بنت خالي، ما قدراش. الحكاية دي هتخلص ميتة، قرفانة من كل حاجة، قرفانة من روحي، من كل حاجة، قرفتكم معايا كمان. كلها أسبوعين بالكتير وتبقي عالي العالي. قوليلي زيزو هيرجع من السفر امتى؟ المفروض النهاردة حسب ما قال، الغايب حجته معاه. أنا عايزة أطلب منه حاجة بس خايفة أزعله، وأنا ما صدقت. عايزة تطلبي منه إيه؟ عايزة أروح أقعد عند أمي في البلد يومين لحد ما أبقى زين، وأريحكم، أريحكم مني ومن عمايلي دي. إذا كان علينا محدش قرفان منك، بس لو أمك وحشاكي ونفسك تشوفيها وتقعدي معها كام يوم وتفرحيها بحكاية الحبل دي، أنا هكلمك. لا أنا ما عايزاش أعمل عمايل العيال دي، انا كل خوفي على وليد وعبد العزيز، بعمل لهم الوكل بيدي، ممكن يكونوا قرفانين مش عايزين يقولوا. سبحان الله يا رب. صدقي يا بنتي اشكان، اول ما دخلت عليا بالجلابيه السوداء والقمطه السعيده دي وزيزو قال لي دي مراتي، انا قلت خلاص مستقبل الواد راح وجايب لي بقره. والله يا بقره انا حاسه كده برضه. والله ليكي حق، عندك حق بيني وبينك، الواد يروح يدفن ابوه يرجع صاحب بقره، بقره صاحيه، ويقول لك مرته دي مصيبه. بس الحمد لله طلعتي مقصله يا اشجان، وكلك نباهه واحساس ومفهوميه. الحمد لله. بس
ميلت بخت ولدك البكر يا مرض خالي. انا الله يسامحه جدي فضل منه لله. ولدك لازم يدور على بنت الحلال اللي يعيش حياته معها. باين لك عارفه انه بيحب واحده ونفسه يتجوزها. شكله كده قايل لك على سره ومش قايل لامه. انا ما اقولش حاجه، عبد العزيز جالها لحد تاني واصل. حتى على امه يا بنت؟ شوف يا مرت خالي، عبد العزيز ما يحبش ان حد يعرف عنه حاجه. يا سلام، ابني وعارفاه. واخوه وليد اصغر منه بسنين، لو جا قال لك حاجه هتقفي تعاتبيه وتلوميه وتعملي فيها ام العريف. ربنا يجازيك على كلامك زي الدبش ده يا اشجان. بضحك معاك يا مرت خالي. يبقى فاضل مين؟ عبد العزيز ممكن يفضفض معاه ويطمن له. في مراته حبيبته اشجان. لا بلا مرته بلا حبيبته. حبيبته لسه ما جاتش يا مرت خالي، بس جاية وهتفرح قلبه وهتقولي اشجان قالت. جاية يا بنت انت؟ انت عبيطة يا بنت؟ واحدة تانية غيرك اتمسكت فيه بإيدها وأسنانها وقالت جوزي ومحدش يشاركني فيه، خصوصا يا بنت بعد ما بقيتي حامل وهتجيبي له أول بخت. انت إيه يا بنت؟ ما بتحبهوش؟ بحبوش. بحبه دي كلمة قليلة قوي. مفيش كلمة توصف عبد العزيز اللي في قلب أشجان. أقول لك حاجة وتصدقيني؟ لو كان جالي البلد وشفته بعينيا والله كنت أهرب معاه. حتى لو كانوا ذبحوني. بس يعني جاء متأخر شوي، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتيجي بنت الحلال اللي هتفرح قلبه. عارفة يا بنتي أشجان، أنا ساعات بحس إن أنت أمي مش أنا، من كتر حنيتك علي. أنت حتى حنين قدك. مش قادرة أصدقك بجد، كل دقك ايه يا عازم شارع عبد العزيز؟ انا عايزك تاكلي عشان تكبري. وبعدين يعني يا اختي الاكل لما يفيض احسن ما يكفيناش، ولا ايه؟ صح. يلا فصفري نفسك بقى بالفسفور الحلو ده. طبعا ما هو كله فسفور، بس انت يا حياتي مش محتاج فسفور، منور على طول. كلهم بيقولوا عليا كده برضو. يا سلام، باين عليك شيء موت. اعملي حسابك بقى اول ما نخلص اكل تلم حتى عشان نتوكل على الله. واتس رونج وذ يو؟ انت مش قلت ان احنا نقعد هنا اسبوع؟ غيرت رايي، كلامك عن القريه بتاعتك قفلني، زهقني من السياحه من بابه. زيزو احنا مش بنهزر. وانا مش بهزر والله، بس ما تقلقيش الموضوع احطه في دماغي. والله حطه في دماغك مش كده؟ بس انا جايباك وقاعده استشيرك عشان تقولي الموضوع في دماغي. لا ما انا فاهم انت جايباني هنا ليه. يا بنا عشان تحوري عليا شويه وتدلعيني شويتين، اقوم انا بقى ريل عليك وكوعه على طول مش كده؟ ماشي يا زيزو، انا داخله اغير عشان نمشي. طب ما تغيري هنا. والله خفه. وربنا بهزر وربنا بهزر. اذا كان جوزك اللي هو كان وزير سابق ما عرفش يعمل حاجه، انا اعمل حاجه؟ هو ما عملش حاجه عشان انا اصلا ما طلبتش منه يعمل حاجه. ولو طلبت منه الراجل اللي ما يتسماش ده اللي ما بتقوليش اسمه مش هيرجع الفلوس، والنائب العام ما بيهزرش. تبقى ايه بقى؟ بس انا اصلا ما طلبتش منه فلوس. زيزو انا عايزه القريه دي تكمل تشتغل عشان هبني عليها امال كتير قوي. طب انا اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بما يرضي الله. اسال. مفيش حد من الحراميه اللي حواليك عرض يشتري؟ يعني ايه؟ يكايش يعني، يكايش والوضع كما هو عليه بتاع القرية. لا في واحد بس كان عايز يدفع. ايوه عايز يدفع كام بقى؟ نص اللي صرفته تقريبا. يعني انا ممكن اخد كلامك ده ثقة؟ اكيد. بتسأل ليه؟ شوفوا يا بنت الناس، القرية دي مش هتكمل دلوقتي نهائي، يبقى احنا نعمل ايه؟ نلعبها خرصة مع وعد مني ان انا اشتري. طبعا نهدى شويه لحد ما ملف القضيه يتحفظ في درج النائب العام، والراي العام كمان ينسى المحافظ اللي اتشال والدربكه دي كلها. يا سلام، استنى كل ده. زيزو انت اكيد بتهزر، انا عندي قروض تسجنني يا ابني. لو كان عندك حل تاني اعمليه.